في خبر آخر، أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن ضبط أكثر من 13,300 مخالف للأنظمة، منهم أكثر من 3,500 مخالف لنظام الإقامة ونحو 3,900 مخالف لنظام أمن الحدود ونحو 2,000 مخالف لنظام العمل. كما أشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 90,000 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 2,700 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل نحو 8,500 مخالف حتى الآن.